اهلا بيكم. هناخد النهارده مقطوعه او يعني هي اغنيه مشهوره جدا اسمها لا سونينزارا، كانت نزلت فتره غرقت نغمات الموبايل، كان كل الناس حاطه النغمه دي على الموبايل وما كناش نعرف ان هي دي لا سونينزارا اللي هي المفروض صوتها عامل كده. تعالوا نشوف بقى بتتعمل ازاي. طبعا كده كده هنزل التاب معاها، فهنشوف كده المفروض الارقام تتعمل ازاي. طبعا المقطوعة صوتها جميل جدا وسهلة كمان، وفيها بقى التكنيك الجديد اللي هو اللي خدناه مثلا زي ايه السلايد ده، هتلاقوه برضو مكتوب في التاب عشان برضو ايه منها بنعلي المستوى وفي نفس الوقت بتاخد مقطوعة جديدة. وطبعا هي مشهورة جدا اسمها لا سولينزارا، لو ما سمعتهاش قبل كده خش اسمعها. طبعا ليها بقية وكده بس ايه احنا خدنا الانترو بتاعها بس اللي هو الكاتشي قوي اهم حتة في الاغنية يعني. بس كده واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا.